إذا كانت هذه أول زيارة لك، لا تنسى بدعمنا بالضغط على زر سبسكرايب ثم على زر الجرس وتفعل هذا الاختيار وتضغط على حفظ لتتوصل بجديد فيديوهات القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الكرام أعزائي في سعد التقنية مع هذا الفيديو الجديد الذي سوف نقوم من خلاله إن شاء الله بضبط أي قمر اصطناعي كيفما كان نوعه باستخدام تطبيق ساتيليت ديريكتور الذي ستجدون رابطه مرفق لهذا الفيديو. فمن الآن ستستغني على ساتيليت فيندر وستستخدم فعلا التطبيق الأكثر يعني احترافية والأكثر يعني شيوعا، والذي طبيعة الحال يعني تم شرحه في عدة قنوات على اليوتيوب، لكن هنا سوف نقوم مباشرة بعمل شرح توضيحي بسيط لكيفية التعامل مع هذا التطبيق. تابعوا معنا هذه الحلقة. إذا بعد فتح هذا التطبيق إخواني الأكارم ستلاحظون على أنه يعني يوجد اختيار location، وهو الذي طبعا الحال يمكننا من خلاله أن نحدد المكان الجغرافي الذي نتواجد به عبر خاصية الجي بي اس، ثم سنتوجه طبعا الحال إلى ساتيليت والتي سنختار من خلالها أي قمر اصطناعي يعني كيفما كان نوعه. فأنا مثلا أريد أن أستقبل قمر يوتيلسات 7 درجات مثلا غرب، سأقوم مباشرة بتحديد هذا القمر ثم سأضغط مباشرة على ديريكتور. إذا إخواني الأكارم، أول شيء في العملية وجب أن نقوم مباشرة بوضع هذا الشريط أو لوضع يعني منتصف الدائرة مباشرة مع منتصف الذراع، ويكون طبيعة الحال الدائرة التي سنقوم من خلالها بكشف الإشارة أن تكون في منتصف الفيد هوم بشكل مباشر. ثم يطلب مني طبيعة الحال أن نقوم بإدارة الطبق يعني إلى جهة اليسار، وهذا ما سأفعله يعني الآن. لاحظوا معي إخواني الكرام، يعني هذا هو قمر النيلسات كما تستمعون، حتى الساتيليت فايندر يعني أعطتني قمر النيلسات في هذه المنطقة تماما. كل ما عليك فعله في هذه الحالة هو أن تقوم مباشرة بتثبيت الطبق وتقوم برفعه أو خفضه حتى تحصل على الإشارة بشكل مباشر، مع وضع طبيعة الحال كما قلت لكم هذا الخط أو منتصف الدائرة مباشرة مع منتصف الذراع، وطبيعة الحال منتصف الدائرة وجب أن يكون مباشرة مع منتصف الفيد هوم لكي نحصل على إشارة كاملة ومكمولة. أعزائي المتابعين، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، وللمزيد من الفيديوهات والتفاصيل والمعلومات التقنية لا تنسوا بالتشريف بالزر سبسكرايب إذا كانت هذه أول زيارة لكم، وكذلك لايك لهذا الفيديو وتعليق إذا كان لديك أي سؤال كيفما كان. إلى اللقاء.